صباح الخير لجميع مشاهدي الام تي في وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم الجمعه 8 اذار باليوم العالمي للمراه، انا بصبحكن على امل انه كل نساء لبنان والنساء العربيات ينالوا كل ما بيتمنوا بهيدا النهار. بنبدأ جولتنا على ابرز عناوين الصحف الصادره والموزعه ببيروت وتحديدا مع صحيفه الجمهوريه. حزب الله غطى وزير الخارجيه والقوات والمستقبل أنجز 98% من الاتفاق على قانون موحد. سليمان الانتخابات مؤكدة 95%. أما بعنوان الصورة فمنشوف حنا غريب وعنوان على الصورة عيد بأية حال. تفاصيل أكثر بالصفحة 11 من صحيفة الجمهورية. ماذا أيضا بصحيفة الجمهورية من عناوين؟ بالصفحة 9 فضيحة تهز الجامعة اللبنانية. بالصفحة 14 الائتلاف يختار الثلاثاء رئيسا لحكومة مؤقتة. أما بالصفحة الرياضية فكتبت الجمهورية فاينل 6 أو فاينل 9. إلى صفحات الداخلية لصحيفة الجمهورية وتحديدا إلى أسرار الجمهورية، وبالسر الأول بنقرأ سوا. أشاد وزير من التيار العوني بموقف رئيس حزب مسيحي معارض على خلفية تأييده المشروع الأرثوذكسي على حساب تحالفته. بالسر الثاني كشف مرجع حكومي أنه يملك حلا سريعا لمشكلة الكهرباء المقطوعة لا يحتاج لأموال إضافية، وبرر عدم طرحه للحل بأنه لا يريد الاصطدام بالوزير المعني ومن يقف خلفه. بالسر الأخير من أسرار الجمهورية وصف وزير وسطي رد فعل وزراء الأكثرية ونوابها على خطوة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بأنه مسرحية ومفتعل، باعتبار أنه ليس أمام رئيسي الجمهورية والحكومة سوى التوقيع على هذا المرسوم. إذن ننتقل سوا إلى صحيفة النهار. المأزق ينتقل إلى هيئة الإشراف على الانتخابات. سليمان يحذر من خطر أمني أكبر مع التأجيل. دايما بعناوين النهار عسيري، ما شهدناه على الأرض معاكس لإعلان بعبدة وطلبنا التزامه. 14 أذار ترتب بيتها عشية الذكرى الثامنة لانطلاقتها. أيضا بعناوين النهار نشوف سوا بالصورة تطواف لتشافيز بعدما كرم الفنزويليون رئيسهم الراحل هيوغو تشافيز بالأمس بتطواف بشوارع المدينة. دايما بعناوين صحيفة النهار 8 أذار اليوم العالمي للمرأة. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يكتب للنهار وحديث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إخورست. مفاوضات مباشرة مع خاطفي جنود أندوف. المعارضة تعلن الثلاثاء حكومة مؤقتة في اسطنبول. وأيضا بعناوين النهار اكتمال عقد الكرادلة الناخبين في الفاتيكان، لا مرشح قويا بعد لخلافة بنديكتوس 16. ننتقل سوا إلى صفحات الداخلية لصحيفة النهار لنشوف شو حملته لليوم من أسرار، وتحديدا في خانة أسرار الآلهة. تجرى اتصالات بين أقطاب في قوى الثامن من أذار للاتفاق على سحب وزرائهم من الحكومة في مواضيع معينة وفي توقيت معين. بالسر الأول من أسرار الآلهة. أما بالسر الثاني فبنقرأ سوا. لمناسبة وفاة اللواء حكمة الشهابي ذكر مسؤول في حزب يميني بما قاله له بعد شرح أسباب مقاطعة الحزب انتخابات 1992 ومنها الأخذ برأي القاعدة. لو كنا نحن مع سوريا أو لو كنا نحن في سوريا نفعل مثلكم، لما بقي منا أحد خارج السجن، لأن القرار هو للقيادة وليس للقاعدة. بالسر الأخير من أسرار الآلهة بصحيفة النهار يميز مسؤول سابق بسخرية بين الرشوة والإكرامية بالقول إن الدفع قبل إنجاز المعاملة هو رشوة، أما بعد إنجازها فإكرامية.
هذه كانت أبرز عناوين صحيفة النهار إلى أبرز ما حملته صحيفة الأخبار من عناوين لليوم. الأرثوذكسي إلى التصويت بالصفحة 2، وذكرت صحيفة الأخبار بمعلومات خاصة أن الرئيس بري سيعمد إلى طرح الأرثوذكسي أو سيدعو إلى هيئة عامة، وسيعمد إلى طرح اللقاء الأرثوذكسي على الهيئة العامة، بكرر بحسب معلومات صحيفة الأخبار. أيضا في عنوان الصورة: سوريا المعركة الكبرى. ماذا أيضا بعناوين الأخبار يا نساء العالم؟ سطو سياسي على هيئة التنسيق بالصفحة 8. بالصفحة 4: الخليج يخير حزب الله بين البقاء في الحكومة أو القتال في سوريا. وبالصفحة 18: حصيلة جولة كيري، لا حسم ولا تسوية في سوريا وبراغماتية إخوانية في مصر. شو حملت صحيفة الأخبار من أسرار؟ نطلع عليها سوا بفقرة ما قل ودل. حظيت النائبة ستريدا جعجع باستقبال استثنائي مقارنة مع سائر الضيوف خلال احتفال السفارة الكويتية بالعيد الوطني الكويتي الذي أقيم أخيرا في مجمع بيال، وفي ظل اهتمام إنمائي كويتي استثنائي أيضا بمنطقة بشري، ورغم وجود ممثلين للرؤساء ثلاثة، حرص السفير الكويتي في بيروت عبد العال القناعي على شكر جعجع أكثر من مرة على حضورها. إلى صحيفة المستقبل وما حملته من عناوين لليوم الجمعة: المعارضة السورية تجتمع في إسطنبول الثلاثاء لتشكيل حكومة قبل قمة الدوحة. أيضا في المستقبل: الخطيب مقاتلون من لبنان والعراق يدعمون نظام الأسد. بشأن الداخلي عنونت صحيفة المستقبل: سليمان يلوح بموقف من جلسات الحكومة إذا لم تشكل هيئة الإشراف على الانتخابات. حزب الله يصفع مقاتي، منصور حدد الموقف الرسمي. للمرة الأولى منذ عام 2006 الدين العام يجمع أو إذا الدين العام يجمع مقابل الناتج. أيضا في المستقبل: المالكي، الحرب الأهلية على أبواب العراق. بأسرار صحيفة المستقبل بصفحات الداخلية وتحديدا بخانة يقال بالسر الأول، كتبت المستقبل: يقال إن دولة خليجية أبلغت مراجع لبنانية أن لديها شكوكا في ضروع لبنانيين في قضية أمنية حصلت على أرضها. بالسر الثاني من أسرار المستقبل: يقال إن رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب قد يشارك في القمة العربية في الدوحة بصفة مراقب أو ضيف. بالسر الأخير: يقال إن المفاوضات الأمريكية الروسية المقبلة حول الوضع السوري قد تتم بغياب الموفد الدولي العربي الأخضر الإبراهيمي إفساحا في المجال أمام وضوح المطالب بين الطرفين. هذه كانت أبرز عناوين صحيفة المستقبل، إلى أيضا أبرز عناوين صحيفة السفير. صحيفة السفير عنونت بصفحتها الأولى: الإنذار الخليجي، من يضع لبنان بين النارين. عيد المعلم، الأحزاب تتنافس في مهرجان التنسيق. والصورة لمهرجان التنسيق يلي حصل بالأمس بمناسبة عيد المعلم باليونسكو بحضور عدد من الشخصيات السياسية. الأزمة السورية، توتر على حدود العراق وفي الجولان. تبادل انتقادات بين الأسد وإردوغان، واتصال كيري بلافروف، ولقاء بوغدانوف وبرنز. بالملف المصري عنونت صحيفة السفير: عصيان الشرطة يصل إلى القاهرة، مصر، نظام الإخوان يواجه قبضته الأمنية. وبالشأن الفلسطيني الإسرائيلي كتبت صحيفة السفير: تهويد القدس، جهد إسرائيل لم يهدأ، حديقة للكلاب في مقبرة مأمن الله. ننتقل سوا إلى أبرز ما حملته صحيفة السفير من أسرار في خانة
عيون. بالسر الأول يربط مسؤول معارض بين النبرة العالية لأكثر من مسؤول وبين نتائج استطلاعات رأي أجريت مؤخراً. بالسر الثاني من أسرار السفير تردد أن مرجعاً رسمياً كبيراً طلب من وزير سيادي إصدار توضيح إزاء قضية حساسة وجاء الجواب سلبياً. بالسر الثالث ودايماً بصحيفة السفير كشف أحد السفراء العرب عن اتصالات لعقد قمة تشارك فيها دول الجوار السوري وتكون مخصصة لقضية النازحين. وبالسر الأخير لم يتم حتى الآن أخذ أي مواعيد رسمية لمسؤول لبناني في عاصمة أوروبية رغم مرور 3 أسابيع على طلبه، وأيضاً ربطاً بقضية قضائية وأمنية. هذه كانت أبرز عناوين صحيفة السفير. ننتقل سوا إلى صحيفة البلد وما حملته من عناوين. بالشأن الداخلي عنونت صحيفة البلد بالخط العريض: سليمان يرجح الانتخابات وحفلة مزايدات في اليونسكو. وكان الرئيس سليمان تحدث بالأمس أمام وفد من نقابة المحررين عن ترجيح حصول الانتخابات بنسبة 95% بموعدها، وقال إنها لن تجري على قانون 60. أيضا في عناوين البلد: الأسد، تركيا مصرة على دعم الإرهاب. ماذا أيضا في صفحات البلد بالصفحة 7؟ يوم أتذكر أنني نصف مواطنة، كتبت دوريس سعد بقضية سميرة سويدان. أما حسين قطيش فكتب نتائج التصويت على المشاريع الانتخابية. والزميلة جيسيكا معماري كتبت بالبلد: إدمان طبي على محاربة الإدمان. أما بأسرار صحيفة البلد وتحديدا بخانة خفايا بنقرأ سوا: فضيحة مالية تطال مؤسسة دينية على خلفية فقدان موارد مالية لعشر سنوات من حساب واردات أوقاف في ضواحي بيروت، وتقدر قيمتها بنحو 30 مليار ليرة. وبالسر الثاني: توقف متابعون عند اللقاء الذي جرى في معراب بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، لا سيما أنها الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس فؤاد السنيورة إلى الدكتور سمير جعجع. إلى صحيفة اللواء مع أبرز عناوين: احتفال ل14 آذار في 17 الجاري، والرياض لم تسحب الودائع وتؤكد عمق العلاقات مع لبنان. حزب الله يدافع عن منصور وبان لإجراء الانتخابات دون تأخير. عدوان للواء: انتقلنا من مرحلة الأرثوذكسي إلى القانون التوافقي. من نذكر أنه النائب جورج عدوان زار بالأمس رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحدث في الانتخابات وتحديدا في قانون الانتخاب معه، وتحدث عن ما يجري من توافق على قانون مختلط. الحر على أسوار دمشق القديمة وثلاث شخصيات للحكومة الانتقالية. إردوغان ينتقد لقاء الأسد مع نواب أتراك، وإسرائيل تخشى انسحاب الأندوف. ومنشوف بالصورة صورة أو لقطة عن يوتيوب بتبين مراقبين من القوات الدولية بالجولان بعد احتجاز من قبل الثوار. أيضا في متابعة لعناوين صحيفة اللواء: إغلاق أكثر من 30 مركزا في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية. رجال الشرطة ينضمون للانتفاضة ضد مرسي ويطالبون بإقالة وزير الداخلية. بأسرار صحيفة اللواء، إذن بالأسرار تطلع عليها بصفحات الداخلية لصحيفة اللواء. ننتقل سوا إلى صحيفة الحياة وأبرز عناوين: خطف الجنود الدوليين يدخل الجولان في قلب الحرب السورية. أيضا في الحياة: احتجزت أثناء إفراغ حمولتها قرب باب المندب. اليمن: أنباء متضاربة عن ضبط أسلحة يرجح أن يكون مصدرها إيران. مصر تترقب بقلق
حكم مذبحة بورسعيد تزامناً مع تصاعد إضراب عناصر الشرطة. بالشأن اللبناني كتبت صحيفة الحياة: حزب الله دافع عن منصور وثلاثة وزراء أكدوا مخالفته سياسة الحكومة. سليمان ينفي تلقي لبنان إنذاراً خليجياً. الخطر الأمني أكبر إذا تأجلت الانتخابات. بعد قصف جوي واكب نقل وفد حزبي رسالة من أوجلان إلى شمال العراق، شكاوى من تعامل أنقرة مع مسار السلام مع الأكراد. أيضا بعناوين الحياة: 20 مليون وحدة مكتوبة أو صوتية أو مصورة، 84% منها مجهولة المصدر. مؤسسة الفكر العربي تطلق المحتوى الرقمي على الإنترنت. بريك قصير منتابع بعد جولتنا على أبرز الصحف الصادرة والموزعة ببيروت. منتابع سوا جولتنا على أبرز عناوين الصحف الصادرة والموزعة ببيروت وتحديدا مع صحيفة الشرق الأوسط. أبو غيث المتحدث باسم القاعدة يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك اليوم. صهر بن لادن في قبضة واشنطن. انسحبت من مواقعها بالإسكندرية وأغلقت أقساما بالعاصمة ورفضت تأمين منزل الرئيس في الزقازيق وطالبت بإقالة الوزير. حركة عصيان مدني وسط شرطة مصر. دايما بعناوين الشرق الأوسط: هيك في اجتماع أصدقاء اليمن بلندن كل الخيارات مفتوحة. القربي: تجاوزنا مرحلة السقوط. بريطانيا: مجلس الأمن سيمنع المخربين من عرقلة الحوار اليمني. إلى أبرز عناوين صحيفة الديار اللبنانية: أحداث خطيرة سيشهدها لبنان. أما قانون الانتخاب فيفتشون عنه. الأسير يريد مربعا أمنيا له في صيدا مثل مربع السيد نصر الله. الأسير بدعم من المستقبل. سلاحكم للحشيشة والأدوية المزورة والقتل وسرقة السيارات. بشأن السوري عنونت صحيفة الديار: الأسد، حكومة إردوغان مصرة على دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار. فرنسا لتشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في الجامعة العربية. أيضا في عناوين صحيفة الديار: تجدد الاشتباكات في السويس وبورسعيد. قوات الشرطة فضت الاعتصامات بالقوة. المالكي: الحرب الطائفية على الأبواب ولن يسلم أحد. وزير الدفاع الفرنسي في زيارة مفاجئة لقواته في شمال مالي. المستوطنون يقتحمون مقام يوسف في نابلس. وأيضا في عناوين الديار: آلاف الفنزويليين أدوا التحية لتشافيز. إلى صحيفة الأنوار وما حملته بدورة أيضا من عناوين لليوم الجمعة: وزير الخارجية يواصل اندفاعه ويهاجم الجامعة العربية والحكومة صامتة. الدكتور أبشي ابن زغرطة يتحدث عن عمله كمستشار لتشافيز. المعارك تمتد إلى الأحياء القديمة في دمشق. عنونت صحيفة الأنوار بالشأن السوري: استمرار الصدامات بين المتظاهرين والشرطة المصرية وتخوف من اتساعها غدا بالملف المصري. بصحيفة الأنوار. إلى صحيفة الشرق وأبرز عناوين لليوم: لماذا شكل قباني مجلس أمناء جديدا لصندوق الزكاة؟ الدبس يكشف الأسبوع المقبل حقائق عن المفتي. أما بالصورة وبعنوانها: الثوار عثروا عليها في مكاتب أحمد جبريل في اليرموك، وثائق خطرة عن قتل سياسيين لبنانيين. دايما بعناوين صحيفة الشرق: اليونيسف 700 طفل فلسطيني يعتقلون سنويا.
سليمان: موقف لبنان واضح، ولا انذار خليجيا، وانتظر عودة منصور. وايضا بصحيفة الشرق: باسيل فقد عقله. ننتقل سوا الى ترجمة لابرز عناوين الصحف الموزعة في بيروت، وبنبدا سوا مع صحيفة لوريان لوجور، ونشوف الصورة يلي حطتها صحيفة لوريان لوجور بالصفحة الأولى، صورة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. أيضا بعناوين لوريان لوجور: مفاوضات شاقة لتحرير عناصر الأمم المتحدة في الجولان. إلى صحيفة ذا ديلي ستار وترجمة لأبرز عناوينها: سليمان يخشى خطرا أمنيا في حال لم تحصل الانتخابات في موعدها. إسرائيل تتحضر للحرب القادمة مع حزب الله. لهون منوصل لختام جولتنا على أبرز الصحف العالمية والدولية واللبنانية الصادرة والموزعة ببيروت. أنا طبعاً برس ريفيو بلاقيكم بكرة بتمام الساعة 7:30، بدي عيد النساء اللبنانيات والعربيات ونساء العالم باليوم العالمي للمرأة. إلى اللقاء.